بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام، عليك قوي في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا. اللهم يا رب العالمين، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والحمد لله رب العالمين. اليوم والحمد لله نبدأ في كتاب بيان أحكام الصيام، وهو مناسب لهذه الأوقات استعدادا لشهر رمضان المبارك. كتاب بيان أحكام الصيام، أو كتاب أحكام الصيام، من متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع بشرح ابن قاسم الغزي، مع حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية، أي أحكام الصيام على مذهب الشافعية. يقول المصنف رحمه الله والشارح: كتاب أحكام الصيام، وهو الصوم مصدران، يعني الصيام والصوم مصدر صام، صام صياما وصام صوما، تنفع الاثنين مصدران، كويس؟ معناهما من حيث اللغة، كلمة صام دي من كلمة معروفة من قبل ما يجي نبينا صلى الله عليه وسلم، من قبل ما يجي الشرع، كلمة في اللغة قديمة معناها الإمساك. يقول صام عن الكلام، أي أمسك عن الكلام. صام عن النفقة، أمسك عن النفقة. صام عن زيارة فلان، أي أمسك عن زيارة فلان. يبقى الصيام معنى الإمساك لغة، الإمساك. وشرعا لها معنى شرعي، لما جاء الشرع الشريف خدت معنى جديد، فأصبح المعنى الشرعي هو المقصود إذا أطلق كلمة صيام، صار خلاص محل إيه المعنى اللغوي. يبقى معناها الشرعي إيه؟ إمساك عن مفطر بنية مخصوصة، جميع نهار قابل للصوم، من مسلم عاقل طاهر من حيض ونفاس. ده تعريف الصوم شرعا، إمساك عن مفطر، أكل وشرب وجماع، سهل، ده المفطر، أكل شرب جماع، ثلاث حاجات سهلين. يبقى إمساك عن مفطر، تحل كلمة مفطر تحط جنبها ثلاث حاجات: أكل شرب جماع، ده المفطر. بنية مخصوصة، لازم يبقى ناوي هذا في جزء من الليل إن كان فريضة، وقبل الزوال إن كان سنة. سهلة، أدي النية وقتها. ويكون الإمساك ده عن المفطر ده يشمل جميع النهار، فلو أمسك في الليل ما اسموش صيام شرع، لأن الليل ليس محلا للصوم، مش كده برضه؟ يبقى لازم نهار، ويكون النهار جميعه، أي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، جميع النهار، فلا يصح صيام جزء من النهار. واضح؟ علشان كده التعريف تلاقيه شامل لكله. ويكون هذا النهار قابل للصوم، لأن في أيام لو أمسكت بنية مخصوصة عن المفطر ونويت الصوم لا ينعقد، كيوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، لا ينعقد فيها صوم، كويس؟ وعشان كده لازم يكون هذا النهار قابل للصوم، لأن في أربعة أيام، في خمسة أيام غير قابلة للصوم، خمسة أيام غير قابلة للصوم، اللي هو يوم الفطر، يوم الأضحى، وثلاث أيام التشريق. إلا أن ثلاث أيام التشريق جائز أن يصوم فيها الحاج فقط، الذي لم يستطع أن يجد ما ينحره، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، يبقى محل صوم للحاج فقط، إنما غير الحاج ما ينفعش يصوم أيام التشريق. واضح؟ هناخدها في أحكام الحج. يبقى يكون بنية مخصوصة جميع نهار قابل للصوم من مسلم، يبقى لازم يبقى مسلم. لو جاء واحد كافر جارك، انا فاكر وانا طفل صغير كان جارنا في الشقة اللي قدامنا، كنا ساكنين في شبرا، فكان الراجل جارنا اللي قدامنا كان اسمه الاستاذ مش عارف زكي ولا ايه، كان مسيحي،
وكان يصوم زي المسلمين بالظبط، لدرجة أنا كنت أهرب منهم وأروح أفطر عندهم بعد المغرب، ما ياكلوش إلا على المغرب، ويقوموا هم اللي يصحونا للسحور، جيراننا مسيحيين هم اللي يصحونا للسحور ويتسحروا زينا. وكان راجل مدخن لا يمكن يشرب سجارة طول نهار رمضان، كأنه مسلم، شوفوا تقول ده مسلم كويس أهو، ده مش مسلم، ما ينفعش صيام، مع إن هو بيصوم زي المسلمين. وكان معانا طبيب برضه مسيحي اسمه عادل، دلوقتي في أمريكا في أيام نيابتنا في أحمد ماهر سنة 82 و83 في الفترة دي، كان هو اللي يوضب لنا الفطار والسحور وكل حاجة، ويصوم زينا بالظبط، ما يولعش سجارة طول رمضان، وبعد الفطار يشرب سجاير ويقعد ياكل معانا وكل حاجة، مفيش مشاكل، ويعمل لنا الخشاب كل حاجة، بس ده ما ينفعلوش صيام. أنا كنت أقول له كده، أقول له عادل أنت مش هينفع لك صيام، يقول معلش أنا كده بستريح، يعني لما بيبطل أكل طول اليوم بيبقى مستريح، لأنه يعني كان ليه كرش كده، فكان بيستريح من ايه، من قلة الطعام، يبقى ما ينفعش له صيام لانه مش مسلم. يبقى لو عمل كل الحاجات دي ومش مسلم ما ينفعش صيام شرعا، يبقى لازم مسلم ويكون كمان عاقل، عاقل يعني يقصد بيه مميز، غير مجنون، غير سكران، غير مغمى عليه، ده دي معنى عاقل، يعني غير مجنون، غير مميز، غير سكران، غير مغمى عليه يعني. طب النائم يصح صومه لأنه إذا انتبه ينتبه، أما المغمى عليه إذا انتبه لا ينتبه، إذا نبه لا ينتبه، والسكران إذا نبه لا ينتبه، ففرق بين السكران والمغمى عليه والنائم، فهمت؟ على شكرا قال لك إيه، من مسلم عاقل، ومسلم يشمل الذكر والأنثى، كلمة مسلم هنا يشمل الذكر والأنثى، طاهر من حيض ونفاس. عرفنا طاهر من حيض ونفاس إن إيه، ان كلمة مسلم يشمل الذكر والانثى، لان الحيض والنفاس للايه لحد دلوقتي يعني للانثى دون الذكر، الله اعلم بعد كده هيعملوا فينا ايه، لكن لحد دلوقتي الحيض والنفاس حاجة خاصة ايه بالذكر دون الانثى، مش كده برضو؟ نقرأ بقى كلام الشيخ على الجزء ده. الشيخ البيجوري بيقول كتاب بيان احكام الصيام، اما يقول لك كتاب احكام الصيام كان في مقدر كلمه بيان، قدمه المصنف على الحج، لان هيجي بعد الصوم يجي الحج، طب وليه قدم الصوم على الحج؟ لانه افضل منه في رايي، بيقول ان نوري النور اللي ورا ده، في رايي بيقول ان الصوم افضل من الحج، وفي راي تاني بيقول ان الحج افضل من الصوم. اللي بيقول ان الحج افضل من الصوم قال لان الحج يكفر الصغائر والكبائر، انما الصوم لا يكفر الا الصغائر فقط، يعني الحج يمتاز انه يهدم ما كان قبله من صغائر وكبائر مطلقا، الحج المبرور كده، لكن الصوم مش كده، فاللي نظر لكونه مكفرا قال لك ان الحج افضل، واللي نظر لتكرار الصوم وكثرة الصائمين، لأن الحجاج من المسلمين أقل من الصائمين من المسلمين، فالصوم يشمل معظم المسلمين إنما الحج للمستطيع بس، فاللي نظر للكثرة الغالبة ولتكرره في العمر ولوجود ليلة القدر فيه ولتضعيف العبادة فيه، فيصير الفرد فيه بسبعين فرد فيما سواه والسنة بفريضة فيما سواه، اللي نظر لهذا قال لك إنه أفضل من الحج، يبقى وجهات نظر بين المسلمين، بعض المسلمين قال لك انه افضل نظرا للتضعيف، والتانيين قالوا ان الحج افضل نظرا للتكثير، واضح؟ ونسيب الامر لله والله اعلم. قدمه المصنف على الحج لانه افضل منه، ولهذا قدم عليه في الحديث الاتي اللي هو حديث النبي بني الاسلام على خمس صلى الله عليه وسلم، قال الصوم قبل الحج، وقيل الحج افضل منه، قيل هنا تضعيف، كأنه يعني الشيخ البيجوري بيقول لك ان هو برضه مش ميال قوي ان الحج افضل منه، كونه قال قيل يبقى كأنه هو عايز يقول ان ده قول قيل بس بصيغه التضعيف، فكأنه هو ايضا يضعفه لا يرجحه عنده. وقيل الحج افضل منه لانه وظيفه العمر، مطلوب في العمر مره، ولانه يكفر الكبائر والصغائر، وعلى هذا على الرأي الأخير ده فتقديم الصوم عليه في الحديث
لا لبيان أفضلية الصوم بل كثرة أفراد من يجب عليه الصوم بالنسبة لأفراد من يجب عليه الحج. واضح كلام الشيخ كده برضو؟ يبقى إما نحتمل كلام النبي تقديم الصوم على الحج على أفضلية الصوم على الحج، يا إما نعتبر إن تقديم الصوم على الحج لبيان أن عدد الصائمين المفروض عليهم الصوم في أمة النبي أكثر من عدد المفروض عليهم الحج في الأمة باعتبار الكثرة. واضح؟ وأصل الصوم، أصل الصوم كعبادة، يعني الصوم كعبادة ده من الشرائع القديمة، ده من أيام سيدنا آدم وستنا حواء كانوا يصوموا برضه، جميع الأنبياء والأمم السابقة كانت عندهم صوم، لكن الكيفية المخصوصة والوقت المخصوص ده والطريقة المخصوصة دي خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هم الامم الثانيه كانت تصوم برضه بس صيام مختلف، زي النصارى دلوقتي احنا كمننا محتكين في مصر بالنصارى عارفين صيامهم، مثلا يصوموا يمتنعوا عن اكل الحاجات اللي ايه الحيوانيه اللي فيها روح او ده نوع من الصوم، وعندهم صوم يمتنعون فيه عن الكلام، اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسي، فيمتنعون عن الكلام. كويس، يبقى في عندهم صيام انواع، لكن عندنا احنا يبقى الصوم كعباده، عشان كده ربنا بيقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يبقى كتب الصيام برضو على الذين من قبلنا، لكن احنا ليه كيفية مختلفة، زي ما كل الامم السابقة كانت تصلي واحنا بنصلي، لكن احنا لينا صلاة بكيفية مخصوصة باوقات مخصوصة تختلف عن الامم السابقة. وعشان كده يقول لك واصل الصوم من الشرائع القديمة بدليل قول الله كما كتب على الذين من قبلكم. واما بهذه الكيفية المعروفة بقى اللي هو إمساك طول نهار كامل عن المفطر من مسلم عاقل خالي من الموانع اللي هي الحيض والنفاس في نهار قابل للصوم بالكيفية دي، دي خاصة بأمة النبي بقى صلى الله عليه وسلم. وأما بهذه الكيفية فمن خصوصيات هذه الأمة وفرض في شعبان السنة الثانية من الهجرة. نخش للفوازير بقى، كمان اللي يسألك متى فرض، لأن يجي شهر رمضان والفوازير وبتاع والمكافآت والشغلانات دي فتعرفها حاجات الفوازير دي. يبقى فرض في شعبان السنة الثانية من الهجرة، يبقى أدم كده فرض في السنة الثانية من الهجرة يبقى النبي صام 9 رمضانات، لأن هيضيع رمضان أول سنة ما كانش لسه فرض، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات. كم رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال فوازير حلو. يمكن تقول 9 رمضانات، كم واحد من هذه الرمضانات كان كاملا يعني 30 يوم، وكم واحد كان 29 يوم؟ واحد بس 30 يوم، وبقية الرمضانات اللي صامها النبي كلها كانت 29 يوم. رؤية سعودي بدري بدري ويفطروا الناس خلاص، يبقى ايه صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، واحد بس كامل والباقي بقية الرمضانات ناقص من حيث العدد لكن كامل من حيث الأداء. فصام صلى الله عليه وآله وسلم 9 رمضانات واحدا كاملا يعني 30 يوما، وثمانية نواقص يعني 29 يوم. ولعل الحكمة في ذلك ان ربنا جعل ان معظم الرمضانات اللي صامها النبي 29 يوم تطمين نفوس من يصومه ناقصا من أمته، بحيث أما يجي المفتي كل سنة يقول لك رمضان السنة 29 يوم افطروا، واللي بعدها يقول لك 29، ما يجيش واحد يعترض يقول لك إيه ده هو كل سنة 29 يوم، يطعن في رؤية إيه المفتي. ما يصح، سموه النبي كانت رؤيته كده كذا سنة ورا بعضها 29 يوم، مش مشكلة، ممكن يجي كذا سنة ورا بعضها 30 يوم، مش مشكلة، صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، والحساب الفلكي هنناقشه كمان شوية. ولعل الحكمة في ذلك تطمين نفوس من يصومه ناقصا من أمته، والنقصان هنا لا باعتبار الأجر باعتبار عدد الأيام، فالأجر كامل في الحالتين، الأجر كامل من حيث أداء فريضة الصوم اللي هو صوم شهر من العام شهر رمضان يبقى كامل، والتنبيه على مساواة الناقص للكامل من حيث الثواب المترتب على أصل صوم رمضان لا من حيث ما زاد به الكامل على الناقص من صوم اليوم الزائد وفطره وسحوره، فإن ذلك أمر يفوق به الكامل على الناقص. واضح طبعا. والأصل فيه قبل الإجماع
الأصل يعني الدليل، الدليل على وجوب الصوم، الدليل على فرضية الصوم على الأمة. يبقى الأصل في كتب الفقه معناه الدليل، الدليل على الحكم، مش كده؟ ما ينبني عليه غيره الدليل. والدليل تعريفه عند المناطق ما يتوصل بصحيح النظر إليه إلى مطلوب خبري، أدي الدليل. يبقى إيه؟ حاجة معينة أنظر إليها نظرة عقلية منطقية، أستنتج من النظر فيها إلى مطلوب خبري، وهو أن الصوم فرض. ده مطلوب خبري، عايز أثبت أن الصوم فرض. هو ما دور فين؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب يبقى فرض، أدي ده يبقى كلمة كتب الآية دي دليل. كويس؟ يبقى دي معنى الدليل. والأصل فيه قبل الإجماع، احنا عارفين أن الحجية تتم بكتاب الله، بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والإجماع والقياس واستصحاب الأصل، مش كده برضو؟ خمسة بتتم بيها إيه؟ الحجية لبيان حكم الله سبحانه وتعالى في أي مسألة من المسائل. يبقى اللي يجي يهمل الإجماع أو يهمل القياس أو يهمل الاستصحاب يخالف إجماع الأمة. يبقى لازم عندي كتاب الله اللي هو السنة اللي هو القرآن، كلام النبي اللي هي السنة حجة، والإجماع. ما هو الحكم اللي أنا بعرف بيه حكم الله؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، ده خطاب الله. يبقى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين إما أن يكون كتاب الله أو يكون سنة النبي بلاغا عن الله، كل ده خطاب الله. يبقى خطاب الله قد يكون كلام الله في القرآن وقد يكون كلام النبي في السنة، يبقى اسمه خطاب الله لأن النبي رسول الله، يعني بالنيابة عن ربنا يشرع ويوضح، بل يخصص العام ويقيد المطلق، بل يعني يستقل بالتشريع عن القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة استقل بالتشريع عن القرآن في أشياء لا تجدها في القرآن أبدا، منها أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها شرعا، وهذا من السنة وليس فيه من القرآن شيء. يبقى قد تستقل السنة بالتشريع. والإجماع، الإجماع ده مش خطاب الله، مع إنه لكنه مبين لحكم الله، لخطاب الله. يبقى الإجماع مبين لحكم الله وليس مشرع. يبقى كلام الله تشريع، كلام النبي تشريع، الإجماع مبين للتشريع. لما الاقي الأمة أجمعت على حكم، فإجماع الأمة ده في حد ذاته مبين إن في دليل جعل هذه الأمة تجمع على هذا الحكم دون أن أعرف أنا هذا الدليل، فيصير الإجماع مبين على الدليل اللي أنا مش عارفه، لا حديث ولا آية. واضح؟ كإجماع الأمة على أنه لا يؤم في الصلاة المرأة للرجل، ما ينفعش امرأة تؤم رجل، ولا يصلح امرأة تؤذن، وإجماع الأمة في الشهادة على الأموال على أن المرأة نصف شهادة الرجل، وأن قول الله عز وجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أجمعت الأمة أن هذا لبيان الحكمة وليس لبيان العلة، بحيث أنه لو انتفى الضلال أو النسيان ينتفي نقصان شهادة المرأة عن الرجل. لا، الأمة ما أجمعت على فهم أنها هذا لبيان الحكمة الحكم وليس علة الحكم، فتظل شهادة المرأة ولو كانت ضابطة متعلمة وكل حاجة ولا تضل أبدا، تفضل نصف شهادة الرجل برضه. ردا على الدكتورة زينب اللي هي بتكتب بتاع دار العلوم اللي كتبوها واستضافوها في التلفزيون، عايزة تخلي شهادة المرأة كشهادة الرجل لأن الآية بتقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لأن المرأة زمان ما كانتش متعلمة، والمرأة زمان ما كانتش بتخرج كتير، والمرأة زمان كانت بتنسى، والمرأة الوقت المرأة بقت بتخرج، والمرأة دلوقتي متعلمة، والمرأة دلوقتي محامية، والمرأة ولا الكلام بتاعهم. يبقى بالتالي يبقى شهادة المرأة كشهادة الرجل، هي عايزة تقول كده. جعلت أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى علة للحكم، فهمها قال لها كده.
والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. هي عايزة تقول كده، نسيت ان من ضمن الحجية الإجماع، وأن إجماع الأمة فهم أن تضل إحداهما حكمة وليس علة. واضح؟ سهلة؟ يبقى الإجماع يضبط المخ. لازم أراعي الإجماع علشان أقول كلام صح، لازم أكون مراعي الإجماع. لو خرجت الإجماع أبتدع على طول، يبقى مبتدع على طول، يبقى ضل مضل. أترك السنة وأخد القرآن بس، يبقى أضل وأشد إيه؟ بل قد يكفر. الجماعة القرآنيين تركوا السنة في الحجية، والجماعة المبتدعين تركوا الإجماع، واللي أقل بدع تركوا القياس، واللي أقل تركوا الاستصحاب. فهمت؟ علشان تبقى منضبط الفكر والفهم لشرع الله على ما كان عليه النبي والصحابة، لازم تكون الحجية عندك خمسة: كتاب الله، سنة النبي، الإجماع، القياس، استصحاب الأصل. سهلة؟ عشان كده لما تيجي تلاقي واحد بيسموه مفكر إسلامي، شوف وهو بيتكلم استدل من وسط كلامه ايه الحجية عنده. ان كان كل حجيته كتاب الله وما يجيبش سيرة الاحاديث يبقى ده ضلالي، وان كان كل حجيته كتاب الله وسنة النبي وما يجيبش سيرة الاجماع بل يخالفه يبقى مبتدع، وان كان لا يخالف الاجماع وينكر القياس يبقى خلافه لا يخرق الاجماع لانه ما زال غير منضبط الفكر. وعشان كده ابن حزم الظاهري لما انكر القياس في الشرع جعلوا ايه؟ جعلوا ان مذهبه يدرس لتعلم مناقشة الادلة فقط لا للاخذ به، وان خلافه لا ينقض الاجماع. ليه لا ينقض الاجماع؟ لانه ما قالش بالقياس، ببساطة كده. فصار مذهب ابن حزم الظاهري مذهب يدرس للتدريب الفقهي لا للعمل به فقط، وأن آراءه لا تخرق الإجماع. ليه؟ لأنه قال مفيش قياس. فهمت بقى القضية؟ خد بالك، لأن القضايا دي بيتلعب فيها كتير دلوقتي، بيتلعب في القضايا دي كتير، فلازم تعرف إن الحجية في الخمس حاجات دول. علشان كده بيقول لك الإيه؟ والأصل قبل الإجماع. اللي قبل الإجماع إيه؟ كتاب الله والسنة، أدي اللي قبل الإجماع، مش كده برضه؟ أدي الأصل قبل الإجماع. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب يعني فرض. وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، إلى أن قال: وصوم رمضان. وهو معلوم من الدين بالضرورة، أصبح صوم رمضان ده معلوم من الدين بالضرورة، لدرجة أنا كنت مرة في فرنسا زمان سنة 75 وقضيت رمضان في فرنسا في باريس سنة 75. هناك في فرنسا لما تقول له أنا صايم تقول له إيه؟ تقول له جوفي رمضان، بس كده. حتى الكافر عارف ان رمضان ده صيام، يعني مجرد يقدم لك حاجه وانت في نهار رمضان تقول له جوفيه رمضان، خلاص يعرف انك مش هتشرب ومش هتاكل وهو كافر، يبقى اصبح معلوم الدين بالضروره، يعني حتى الكفار عارفينه، يبقى اللي يجي ينكره كافر خلاص بقى، لانه ايه؟ لانه ما فيش حد ما يعرفش. شفت قد ايه بقى؟ يبقى ده اسمه اصبح معلوم من الدين بالضروره. واضح؟ وهو معلوم من الدين بالضرورة. ده مش كده وبس، ده في فرنسا عارفين كمان أول ما يشوف شكلك عربي كده وتيجي تشتري. مرة بشتري عيش لقيته حلو كده ملمع جميل وريحته حلوة كده وجميلة وبتاع، فبشتريه أنا شكلي عربي بقى، عربي ابن عربي. فالراجل قال لي: إيه ده؟ ممسوح عليه خنزير، ما تاخدوش، أنت خد من هنا. يعني عارف إن أنا مسلم وما باكلش خنزير. هو التاني فرنساوي قح البياع، لكن من شدة احتكاكهم مع العرب عارفين ان العربي مسلم لا يأكل الخنزير. شوف قد ايه الاحكام اشتهرت، شوف قد ايه اصبح حكم الله مشتهر ازاي عند الناس، خلاص بقت سهلة، بقت سهلة الحاجات. فادي معناه المعلوم بالدين بالضرورة. وهو معلوم من الدين بالضرورة فيكفر جاحده الا ان كان قريب عهد بالاسلام. يكون واحد لسه حديث عهد بالاسلام وجاي لنا كده من ادغال افريقيا وما احتكش بالناس وما يعرفش حاجه واسلم، وبعدين ايه يقول لك ايه ده وينكره، نقول له لا معلش تعالى بقى هدي نفسك، ده فرض عند المسلمين، يوم نعلمه. لكن لما يجي لنا واحد قاعد في القاهره طول عمره وشايف وسط المسلمين ويجي يقول لك: والله انا ارى ان الصوم معناه الامساك، واننا لي ان امسك عن اي شيء في اي وقت اشاء
وانوي اني اتقرب بذلك الى الله فاؤدي فرض الصوم علي. الله، ده هيلعب لي بقى في الدنيا بقى، ده هياخد لي كلمه صامه وهي المعنى اللغوي وعايز يلغي المعنى الشرعي. يبقى ده جاحد، ده كافر. كافر ليه؟ لانه انكر المعنى الشرعي للصوم. وجع زي اللي يجي لك برضه يقول لك الصلاه صله للعبد ورب. انا اما اقعد كده شويه كده في لحظه صفاء روحاني مع نفسي كده وبعدين اتصل مع الله اسمي صليت وخلاص كفايه عليا كده. فهمتني ازاي؟ في ناس بتقول كده للاسف، وبيقولوا كده حتى على النت وفي بعض المواقع، ويبقى كده هو بيقيم الصلاه. خدها بالمعنى اللغوي. ايه؟ يبقى ده خالف الاجماع ان الصلاه التي ذكرت في القران مجمع على ان معناها الصلاه الشرعيه وليست مطلق الصله بالله. بل الصلاة الشرعية المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم على هيئة معلومة بكيفية مخصوصة ولها أوقات مدروسة. فهمتني بقى إزاي؟ هذه الحكاية. فما يقولوناش يلعبوا في مخنا الوقت ويتعبونا. يبقى إيه؟ ومن تركه غير وهو معلوم من الدين بالضرورة فيكفر جاحده إلا إن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء. ومن تركه غير جاحد لوجوبه من غير عذر. زي عالم كده بالدراع عصبجيه بقى. انت ليه يا ابني بتفطر في نهار رمضان؟ يقول لك كده انت مالك انا حر يا اخي. انت ما تعرفش ان رمضان فرض؟ انت اسمك ايه؟ محمد. طب انت يعني مسلم؟ طب انت ما تعرفش ان رمضان ده فرض على المسلمين واحنا النهارده في رمضان؟ انت مالك بيا؟ انا حر يا اخي. انا عارف بس انت هتتدخل في حريتي الشخصيه؟ الله، هو ده مش جاحد، وهو زي الشحط كده مش مريض. وفي نهار ده في الحل ده نعمل فيه نحبسه نحطه في زنزانه وما ندخلوش لا اكل ولا شرب ولا ميه من اول الفجر لحد غروب الشمس، وبعد غروب الشمس نخبط عليه نديله شويه ميه واكل. ادي حلها لحد ما يتوب الى الله. يقول تبت الى الله، خلاص يا جماعه حسوب. نقول له خلاص اخرج، ما تعملش كده تاني. شفت بقى؟ لان ده مش جاحد، مش جاحد. ده ما جاحدش، ما انكروش، لكن هو عصبجي بس. عايز ياخدها بالدراع كده وخلاص. فاهم؟ كتير منهم كده. ما يؤجرش، لان لازم نية. بس انا بلزمه باحترام الشهر. في الصورة، اخليه صائم في الصورة مش في الحقيقة. اخليه صائم ايه؟ في الصورة وليس في الحقيقة. لعله لو اعتاد الصورة تنشأ الحقيقة في قلبه بعد كده فينوي. ما يقول لك ما أنا بقى مش واكل واكل، يبقى بجملة بقى نوية الصيام. يروح ناوي فيصير بعد ذلك صائم صورة وحقيقة. فاهم؟ يبقى إيه؟ ومن تركه غير جاحد لوجوبه من غير عذر حبس. مين اللي يحبسه؟ الحكومة، مش أنت. يعني مش تمشي انت بالشارع تلاقي واحد شارب بيشرب سيجاره تروح انت جايب حبل وربطه في ايده واخده وحبسه عندك. ما ينفعش. اللي يحبسه الحكومه وزاره الداخليه اللي هي في ايدها تدخل الناس السجن. زي ما يقبضوا كده على اللي بيعاكس الناس، يقبضوا على اللي بيسرق من الناس ويخطف البضائع في الاسواق، واخد بالك؟ او اللي يجرح ويخدش الحياء العام في الشارع بيقبضوا عليه ويأدبوه يدوا له قلمين كده. ويبقى برضه الداخليه مسؤوله في نهار رمضان انها تقبض على اي واحد مظهر الفطر، واخد بالك، وغير جاحد عشان تحبسه وتعلمه. فهمت بقى؟ يبقى اللي يعمل كده مين؟ الحكومه، مش انت. لو انت الحكومه يبقى اعمل كده. افرض انت مثلا ربنا كرمك وبقيت وزير الداخليه، خلاص انت حر بقى اعمل كده. تستنشئ قانون احتراما للايه؟ للقانون العام وللرأي العام ومحافظة على السيمة العامة لأهل البلدة والقطر. ممكن تصيغ أنت أي صياغة بقى تناسبك، وفي الآخر تعديه على مجلس الشعب. وأي حاجة الحمد لله بتعدي على مجلس الشعب بيوافقوا عليه، بس المهم تعدي. فأول ما هتعدي هيوافقوا إن شاء الله، لأن هم برضه ناس طيبين، منهم ناس طيب مسلمين. أول ما يعرف إن أنا هنعاقب المفطر وهم ناس طيبين، كل واحد ماسك سبحة وقاعد يسبح ويصلي على النبي، وقد يكون بيعمل عمرة في رمضان بالرغم انهم بعضهم ياكل اموال الناس بالباطل، واخد بالك؟ بس ده دي نقره ودي نقره. فما فيش مانع انه برضه هيوافقوا ان شاء الله بالاجماع. بالاجماع يوافقوا. لا، يبقى مبتدع.
اللي خارج عن الإجماع مبتدع مش كافر، مبتدع. ومن تركه غير جاحد لوجوبه من غير عذر حبس ومنع من الطعام والشراب نهارا ليحصل له صورة الصوم، وربما حمله ذلك على أن ينويه فيحصل له حينئذ حقيقته. ويجب صوم رمضان على سبيل العموم، يعني فرض ايه؟ عين، فرض عين على كل مسلم حاضر للشهر خال عن الموانع الشرعية، يعني يكون صحيح مش مريض، يكون مقيم مش مسافر، يكون طاهر مش حائض ولا نفساء. طب ولو جنب يصوم، فالجنابة لا تمنع من صحة الصوم. واضح؟ ويجب صوم رمضان على سبيل العموم، أي عموم الناس، باستكمال شعبان 30 يوما أو ثبوت رؤية الهلال. يبقى بيتكلم هنا على وقت الوجوب، بيتكلم على وقت الوجوب. كمل شعبان 30 يوم وما فيش مفتي قال ان بكره رمضان، يبقى يجب على كل الناس تصوم تاني يوم، لان ما فيش شعبان 31 يوم. واضح؟ اذا كمل شعبان 30 يوما وجب على الناس على طول الدخول في الصوم من غير اعلان بقى، لان ده 30 يوم، ما فيش شعبان 31، صح؟ طيب، باستكمال شعبان 30 يوما او امتى، او يجب امتى تاني، او ثبوت رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان. يعني اكملنا 29 يوم من شعبان وجينا بعد صلاة المغرب من شعبان اللي هو 29 من شعبان، دخلنا في ليلة 30 ثبتت رؤية الهلال، وجب صوم تاني يوم على طول. أو ثبوت رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان عند حاكم، عند حاكم هو اللي يعلن، عند حاكم لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. الحديث واضح. وتثبت رؤيته بشهادة عدل. طب متى تثبت رؤية الهلال وناخد بيها؟ بشهادة عدد معين من الناس يعني، ولا يكفي واحد، ولا لازم عدد؟ ما احنا عندنا الزنا لا يثبت إلا بأربع شهود ذكور لا يختلف، لازم أربع شهود ولازم ذكور في الزنا. طب في القضايا المالية بشهادة رجلين أو رجل وامرأتان تثبت. طب في الرضاع وفي النسب يكفي شهادة واحد بس، في الرضاع واحدة تقول أنا أرضعت فلان وفلانة بس، تقول كده، ده يجعل أننا أحرمهم تحريم بالرضاع، ما يتجوزوش بعض، يكفيها شهادة واحد في الرضاع، كويس؟ وتبقى امرأة واحد، وشهادة امرأة على عدة نفسها تكفيها، يعني تقول لك خلاص أنا اتطلق وبعدين مضى علي 3 حيضات أو 3 أطهار أصدقها على طول، تبقى انقضت عدتها، مش محتاج أجيب شهود، يعني هجيب شهود منين؟ طب هي خلاص مصدقة في نفسها. واضح؟ يبقى الشهادة بتختلف من حال لحال ومن موضع لموضع. هنا بقى في رمضان، ثبوت رمضان يكفي فيه شهادة كام؟ واحد عدل. وتثبت رؤيته بشهادة عدل في الشهادة، عدل في الشهادة إذا حكم بها حاكم، يعني بحيث أن الحاكم يقبله شاهد عنده عدل مصدق، ما يكونش مشهور عنه الكذب، ما افرض بيعملوا مكافأة للي بيشوف الهلال والوقت بقت غلا والناس فقراء وعايزين فلوس وشهادة الزور كترت، وبعدين يجي يقول شفت الهلال عشان ياخد المكافأة، هو مفيش هلال خالص، فياخد المكافأة يقول لهم وكمان هلال عشان عايز مكافأة تاني، واخد بالك؟ ما ينفعش. يبقى لازم الحاكم كمان اللي هو سمع شهادة هذا الشاهد ينطبع في قلبه انه صادق، فاهم؟ يبقى مش واحد بس يروح للحاكم، لا، والحاكم كمان يقتنع بيه انه شاهد عدل. يعني افرض الحاكم مش مقتنع بيه انه شاهد عدل، يقول له امشي يا ولد، امشي يا ولد، لما غيرك يشوفه، فاهم؟ ما يرضاش ياخد بشهاده. لكن لو هو اقتنع، علشان كده لازم حكم حاكم بعد كده. طب افرض الحاكم ما خدش بشهادته، يجب في حقه هو ان يصوم، ولا يجب في حق الامه كلها ان تصوم الا بحكم الحاكم. لكن هو اللي شافه واحنا ما صدقناهوش، يجب في حقه ان يصوم. شفت بقى؟ لان المرء مؤاخذ باعتقاد نفسه.
كل مؤاخذ باعتقاد نفسه. واضح؟ وكذلك من يصدقه يجب في حقه ان يصوم، انه يعلم انه كان صادق، يجب انه يصوم، ولكن لا يعلم، يصوم في خاصة نفسه حتى لا يبلبل الناس، وحتى لا يخرج عن ربقة الطاعة للحاكم. فهمتني بقى ازاي؟ بس دي الادب ده كله لازم يراعى، يبقى يقلده لكن في خاصة نفسه، ولا يعلم ولا يسفه غيره ولا يسفه الحاكم، عشان الحكاية دي بتحصل كل رمضان، خد بالك. وتثبت رؤيته بشهادة عدل في الشهادة إذا حكم بها حاكم، ويكفي فيها إنه يقول إيه؟ أشهد أني رأيت الهلال، يكفي، مش شرط يحلف يعني. يروح للحاكم كده أو لدار الإفتاء يقول أشهد أني رأيت الهلال اليوم في الساعة الفلانية. وإن لم يقل وأن غدا من رمضان، يعني مش شرط يقول أشهد أني رأيت الهلال وأن غدا من رمضان، لا، يكفي أن يقول أشهد أني رأيت الهلال اليوم خلاص. لقول ابن عمر رضي الله عنهما: أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال فصام. يبقى النبي أمر بالصيام لما جاب سيدنا عبد الله بن عمر، قال له أنا رأيت الهلال فصام وأمر بالصيام صلى الله عليه وسلم، ياخد شهادة واحد. وأمر الناس بصيامه، هو المراد أخبرته بلفظ الشهادة، لما سيدنا عمر ابن عمر قال أخبرت النبي، يعني بلفظ الشهادة، يعني كأنه راح قال للنبي أشهد أني رأيت الهلال، كما يدل له ما رواه الترمذي أن أعرابيا شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته فأمر الناس بصيامه. وإنما ثبت بالواحد، ليه الهلال يثبت بالواحد وفي الماليات لا تثبت إلا باثنين؟ لأن دي عبادة فناخد بيها بالاحتياط، والماليات حقوق مسلم فنحتاط أكثر فناخد فيها بزيادة العدد، سهلة. يبقى هو أصلا الأصل الاحتياط، إن إسقاط حق وتمليك غيري في الماليات متعلق بحق اثنين، فلازم أحتاط فأستوثق من الشهادة فأخد اثنين، كويس. وفي الصيام عبادة تخص الناس جميعا فأخد بشهادة واحد احتياطا حتى لا افطر في يوم يكون يطلع هو رمضان، فهم؟ يبقى هي الاصل الاحتياط، الاصل الاحتياط في الاثنين. الاحتياط هنا دفعني، الاحتياط دفعني ان انا ايه في الماليات اخد شهادة اثنين او رجل وامرأتين، وفي الزنا لإقامة الحد اربع ذكور، وفي العبادة اكتفي بشهادة واحد. كل ده سببه الاحتياط، حاجة واحدة. ويجب على سبيل الخصوص أيضا على من رآه أو أخبره بالرؤية موثوق، ويجب أيضا على سبيل الخصوص أنه يصومه على من رآه، حتى ولو الحاكم ما خدش برؤيته، طالما قال أنا رأيته والحاكم ما خدش برؤيته يجب عليه أن يصوم، فهم؟ أو أخبره بالرؤية موثوق به. وأنا لو واحد أخبرني وأنا بثق في كلامه لكن الحاكم ما وثقش في كلامه، يبقى يجب علي أن أنا أصومه برضه. أو من اعتقد صدقه، أو برضه لو أخبر من أعتقد صدقه يجب علي أن نصوم. ولو امرأة، ولو هذا الذي أعتقد صدقه هنا امرأة، يبقى لا يشترط في شهادة الهلال الذكورة، يبقى واحد خلاص، ذكر أو امرأة، لأن العبرة برؤية العين ويستوي فيها الرجل والمرأة. ولو امرأة أو صبيا أو فاسقا، لكن ما يكذبش في الحكاية دي، هو فاسق آه، يعني بيشرب بانجو، بيشرب حشيش، واد كده اي كلام، قاعد على القهوه طول النهار صايع، لكنه ما يكذبش في الشرع، انا عارفه مجربه الحاجات الشرعيه دي ما يكذبش فيها، فهو فاسق من جهه لكن ما يكذبش في جهه ثانيه، فهمت ازاي؟ واخبر، ممكن اخد بصيام. ده مش كده وبس، لو جاري المسيحي قال لي انا شفت الهلال وانا عارف انه راجل جدع كده وما يكذبش وراجل دقيق في رؤيته، اخد برؤيته. شوف قد ايه كل ده، مش فاسق بس، ده لو كافر او فاسقا بل او كافرا، سهل الحكاية دي. ومحل ثبوته بعدل واحد في الصوم وتوابعه كصلاة التراويح. انا الوقت اخر يوم في شعبان، الحمد لله صليت المغرب وماشي في الشارع، ادن عليا العشاء، صليت العشاء
دخلت لقيت الناس بعد العشاء واقفين يصلوا تراويح، خلاص يبقى اعرف على طول ان رمضان بكره، انوي الصيام. يبقى لما الاقي الناس في التراويح اعرف ان بكره رمضان، علامه من علامات ثبوت الرؤيه. فهمتني ازاي؟ يبقى التراويح دي علامه من علامات ثبوت الرؤيه. يعني مش شرط ان انا اسمع اشهد اني رايت الهلال، او اسمع ان المفدي اصدر ان غدا هو اول يوم من رمضان، لا. توابع الصوم في مصر تلاقي الناس كلها راحت تجيب زبادي بالليل على طول، يبقى هيصوموا بكره. اول ما المفتي يقول لك بكره رمضان تلاقي كل واحد ماشي في الشارع سطر الزبادي كده ماشي بيه. مش متلاحظ الحكايه دي؟ اول رمضان بس، لكن مش بكره تاني يوم وبعد، لا. هو الزبادي، وما ينفعش اول رمضان عند المصريين لابد الزبادي دي. يبقى دي علامه عند المصريين. سمعت العيال ماشيه تقول وحوي يا وحوي، توحوح وماسكه الفوانيس، اهي دي علامه من التوابع، اسمها توابع. دي اسمها ايه؟ سمعت المدفع. بلد دي متعارفه انها اول ما يعرفوا ان رمضان دخل يدولك مدفع فرح. فهمتني ازاي؟ ودي اخر ليله في شعبان، خلاص سمعت المدفع اللي انا بسمعه كل سنه اعرف بدخول رمضان، يبقى ده توابع، اعرف ان بكره رمضان انوي الصيام. فهمت بقى؟ متعودين في البلد دي انه ينوروا المآذن بعد العشاء في اول ليله من رمضان او طول شهر رمضان. فلقيت بعد ما صليت العشاء وانا راجع بالليل الساعه 12 بالليل، لقيت كل المآذن منوره، الله ده بكره رمضان انوي الصيام. كل دي علامات تكفيك. فهمت بقى ازاي؟ يبقى مش شرط ان انا اسمع المفتي او اسمع الاذاعه، يكفي الحاجات دي كلها. يبقى وتوابعه كصلاة التراويح. لا يعني ولا يثبت في حلول دين مؤجل به، ولا وقوع طلاق أو عتق معلقين به ما لم يتعلق ذلك بالشاهد نفسه وإلا ثبت باعتراف به. حتى دي مسألة بقى ثانية. الأمارات المتعلقة بالصوم هي اللي يثبت بها دخول الشهر، زي اللي قلت لك عليها دي، الزبادي والكنافة، واخد بالك، والمآذن والفوانيس المنورة ووحوي يا وحوي، واخد بالك، والأغاني المتعلقة بالصوم اللي معروفة الإذاعة المصرية كل رمضان تقولها، واخد بالك، الحاجات دي كلها تعرفك دي علامة التوابع. لكن ما ينفعش إن أنا يثبت دخول شهر رمضان عندي بشهادتي وأنا متعلق بيا طلاق معلق أو دين إيه مؤجل معلق بدخول رمضان، إلا لما أنا أشوفه فعلا عشان يثبت. فهمت؟ يعني واحد قال لمراته أنت طالق أول رمضان، فهي طبعا عايزة تخلص منه، ما صدق مستنية رمضان بفارغ الصبر عشان تطلق، ده اسمه طلاق معلق. فأول ما إيه بصت من فرحتها ونفسها تيجي رمضان، شافت النجوم كأنها هلال، قالت بكرة رمضان فرجت، لأن طلاقها معلق. أو قلت للعبد بتاعي أنت عتيق مع أول ليلة في رمضان، فالواد من شوقه للحرية قاعد كل يوم يبص في السماء مستني بس يشوف الهلال. فهمت؟ أو دين، أنا ليا دين عندك، أنت قلت لي هسدد لك فلوسك مع أول ليلة في رمضان، وأنا مشتاق آخد الفلوس مني، حاسس إنك أنت هتاكلها عليا، فنفسي رمضان يجي علشان آخد حقي منك. فبصيت كده فقلت ده ألو يلا أنا شفت الهلال، تعالى بقى سدد الدين، مش أنت قلت أول ليلة في رمضان؟ تعال. فهمت؟ فلا يثبت في هذه الأحوال إلا بشهادتي، بشهادة أقرها وأحلف، مش مجرد تهيؤ كده ان انا اتهيأ لي وشفته عشان فرحان ومنتظر الميعاد متشوق لظهوره، لا، لان ساعات الشوق للشيء يجعلك تراه في الحس، حتى بيسموه العلماء فيجوال هالوسينيش، يعني من كتر شوقك للشيء تشوفه وهو مش موجود. في ناس عندها احلام يقظه. فهمتني بقى ازاي؟ عشان كده ما ينفعش يدخل الا لو كنت متاكد انك شهدته، مش غالب ظنك، لا متأكد. عشان كده افهم كلام الشيخ هنا بيقول لك لا يعني لا يثبت دخول أول رمضان في حلول دين مؤجل به، أي بإيه؟ بالهلال، ووقوع طلاق أو عتق معلقين به، أي بظهور الهلال، ما لم يتعلق ذلك بالشاهد نفسه وإلا ثبت باعترافه به. لازم يبقى معترف تماما إنه شاهد. سهلة؟ طيب.
والأمارة الدالة على دخول رمضان برضو تكفي، الأمارة اللي احنا قلنا لك كإيقاد القناديل المعلقة بالمنائر وضرب المدافع ونحو ذلك مما جرت به العادة في حكم الرؤية، وإكمال العدة في وجوب الصوم. طيب، ولو طفئت القناديل لنحو شك في الرؤية ثم أوقدت للجزم بها، وجب تجديد النية على من علم بطفئها دون من لم يعلم به. يعني أنا شفت القناديل اتنورت والمآذن نورت، ودي عادتنا في بلدنا إن ينوروا المآذن كلها مع أول ليلة في رمضان، شفتها كده فرحت، نويت الصوم ونمت، صحيت على الفجر خلاص صيامي منعقد. طيب أنا بقى شفت القناديل منورة فنويت الصيام وقعدت سهرت شوية بس لقيتهم طفوها تاني، يعني شكوا في الرؤية فطفوها، وبعد كده جات لهم بعد كده إخباريات واتصالات من جميع الدول العربية، واخد بالك ازاي، ان الرؤية ثبتت و فراح منورينها تاني، يبقى واجب علينا ان ننوي تاني، فهمت؟ يبقى التاني اللي نام ده اول ما شافها وكدت ولم يحضر وقت اطفائها واضاءتها مش محتاج تجديد نية، لكن اللي حضر وقت اطفائها ثم اضاءتها مرة ثانية محتاج تجديد نية. واضح؟ فهمت القصة دي؟ يلا. وجب تجديد النية على من علم بطفئها دون من لم يعلم به، ومثل ذلك أيضا ظن دخوله بالاجتهاد عند الاشتباه. ممكن إن أنا أعرف إن رمضان دخل بالاجتهاد، أنا سجنني في زنزانة في بلاد الكفار ومقفولة علي، وأنا بحسب الشهور قاعد هناك، بحسب الشهور بحسبها بطريقة معينة، عامل لنفسي نتيجة في السجن ده الزنزانه دي، فعارف ان النهارده اخر يوم من شعبان 29، وان الشهر اللي قبله كان 29، واللي قبل قبله 29، واللي قبل قبله كان 30، واللي قبل قبله 30، فانا من خلال خبرتي في الحسابات الفلكيه ان صعب شهر شعبان ده يبقى 30 يوم، فاجتهادي وصلني ان غالبا بكره رمضان يبقى صوم، يبقى هنا ثبتت رؤيه بالاجتهاد. واضح؟ اذا غلب عندي ظن اجتهاد معين، لان انا في مكان مثلا لا استطيع ان انا اسال غيري او في بلد غير مسلم. ومثل ذلك ايضا ظن دخولي بالاجتهاد عند الاشتباه، فلو اشتبه علي رمضان بغيره لنحو حبس اجتهد، فان ظن دخوله بالاجتهاد صام، فإن وقع فيه، فلو وقع فيه وكان اجتهد وصام يبقى أداء. طب افرض وقع وما طلعش رمضان، يبقى وإلا فإن كان بعده يبقى قضاء، وإن كان قبله يبقى الصيام ده يقع له نفلا، سهلة الحكاية، وصامه في وقته إن أدركه وإلا قضاه. ولا يجب، خد بالك بقى الحته دي علشان نيجي بقى للحساب الفلكي، هنخش في الحته دي، ولا يجب الصوم بقول المنجم وهو من يرى ان اول الشهر طلوع النجم الفلان، لكن له بل عليه ان يعمل بقوله، يعني المنجم نفسه يعمل بقول نفسه، لكن لا يجب على الامه ان تاخذ بقول المنجم. واضح؟ لكن المنجم نفسه يجب عليه أن يعمل بحساب نفسه، لأن هو ده غالب ظنه كده، فما ينفعش بقى يبقى غالب ظنه إن بكرة رمضان يروح هو مفطر، يبقى يجب في حقه هو يصوم، وإحنا كأمة لا يجب علينا لاحتمال الخطأ في حسابه. واضح؟ فهمت الحتة دي؟ ولا يجب الصوم بقول المنجم وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني، لكن له، أي للمنجم، له يعني الكلام هنا الضمير هنا يعود على المنجم، لكن له بل عليه، أي يجب أن يعمل بقوله، يعني بقول نفسه. سهلة؟ وكذلك مين تاني؟ وكذلك من صدقه. احنا عندنا دلوقتي المفتي مثلا بتاعنا بيصدق بان الحساب الفلكي دقيق، الحساب الفلكي دقيق، هو يصدق ذلك، وانه شايف ان ربنا لما قال
لتعلموا عدد السنين والحساب، ان ربنا لما جعل الليل والنهار وخلقكم بطريقة معينة والقمر بحسبان والحاجات دي كلها بحسبان يعني بحساب، وانا عبادتي متعلقة بالقمر وربنا قال بحسبان، يبقى القمر حركته متعلقة بالحساب، وربنا قال لي تعلموا عدد السنين والحساب، انا مقتنع بهذا، اجتهادي وصلني الى هذا، يبقى يجب ان هو ياخد بقول ايه الحساب، لان ده اعتقاد نفسه كده، ووجب ان ياخذ باعتقاد نفسه، ويبقى صيامه صحيح مش مبتدع ولا ضل ولا مضل زي ما بيقول، فهمت؟ اجتهاده كده. امال الحديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، يقول لك قد يكون الرؤيه بصريه وقد تكون الرؤيه عقليه، الرؤيه العقليه حسابيه والرؤيه البصريه بالنظر وبالاله، فالحديث يحتمل الاثنين وانا احمله على الاثنين، ان فقدت القدره على الحساب فيكفيني الرؤيه البصريه، وان فقدت القدره على البصر فيكفيني الرؤيه الحسابيه، وانا في الحالتين منصاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهمت بقى الكلام؟ فسهله الحكايه، مش عايزين نعمل لغط بتاع كل سنه ده، تبنا الى الله وندمنا على ما فعلنا، يبقى مش عايزين لغط كتير. فخد بالك، ومثل المنجم الحاسب اللي هو الحساب بقى، الحساب اهو، الحساب غير المنجم، المنجم اللي هو يقول لك ده بيدخل بالنجم الفلاني ده المنجم، الحاسب يقعد يحسبها حساب فلكي. والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر في تقدير سيره، ولا عبرة بقول من قال، يعني حكم حكم المنجم يأخذ بقول نفسه وكذلك من صدقه، واضح؟ حكم حكم المنجم. ولا عبرة بقول من قال أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم في النوم بأن الليل أول رمضان لفقد ضبط الرأي لا للشك في الرؤية. واحد جاي لك كده راجل ولي صالح كل شوية بيشوف النبي في الرؤية، نام لنا بعد العشاء شوية كده آخر ليلة من شعبان ليلة 29، نام شوية كده وقال يا سلام خير، اللهم اجعله خير، أنا شفت النبي في الرؤية بيقول بكرة رمضان، ما ناخدش برؤيته، مع إن رؤية النبي حق، لأن لا للشك في الرؤية بل الشك في ضبط الرأي، لأنه هو لما تحمل الرؤية كان نائما والنائم لا يضبط، يبقى الشك هنا في ضبط الرأي لا في الرؤية، واضح؟ لأن حال تحمله العلم كان نائما والنوم محل غفلة فلا تنضبط معه الرؤية، واضح؟ سهلة؟ افهم الكلام. ولا يجب حتى في حق نفسه. ايوه برضه ممكن ايه، ممكن ياخذه إيه الوهل، واخد بالك، حتى اليقظه، لان الانسان من شده فرحه بمن يراه متيقظا قد لا ينضبط، كويس. بس ولو فتحنا هذا الباب لجالك كل رمضان الاف يقول لك شفت النبي هنصوم بكره، فهنصوم كل بكره، هتلاقي رمضان مش منضبط خالص، يجي لك من يوم 25 شعبان بكره رمضان وانا شايف النبي نصوم، والتاني يحلف بأيمانات المسلمين انه شاف النبي بعد رمضان ومش هنخلص، صح ولا لا؟ يبقى لازم يبقى الكلام منضبط، يبقى الرؤية لا نشك في انك رؤية النبي حق، لكن نشك في تحمل الرأي للرؤية بس، واضح؟ عشان كده القاضي هيحكم في قضية بكرة، أم قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام قال له فلان ده بريء، والقاضي شايف ان كل الأدلة مع إدانة هذا المجرم، وانه ناوي الصبح يقول حكمت المحكمة بالإعدام شنقا، هو شايف كده، الأدلة بتقول له كده، متلبس عمد، وراح الراجل نايم متوضي حلو الليلة اللي هو هيصبح يقول حكمت المحكمة بريء، قالوا النبي في الرؤية قال له فلان بريء، هل يحكم برؤيته أم بإيه؟ بعلمه. قال لك يحكم بعلمه، يبقى ده قضية معروفة نص عليها القضاء والفقهاء في باب القضاء، لا يحكم القاضي برؤيته بل يحكم برؤيته للنبي، بل يحكم بعلمه. طب وامال ايه الرؤية تبقى ايه حكايتها؟ قال لك الرؤية تدل القاضي على انه بريء ديانة، وعلمه يدل على انه مدان قضاء، وأنت قاضي
وليس مداين. اللي بيداين ربك، انت قاضي تحكم بعلمك، واضح؟ يبقى بريء ديانة ولكن يحكم بايه؟ بالقضاء، لينضبط الحكم. والا هيجي لك قضاة ما يعرفوش ربنا، كل واحد يقول لك انا شفت امبارح النبي وهو ما شافش النبي، والناس كذابين كتير ولا ينضبط. لكن الأدلة والقرائن والشهود والاعتراف والأدلة دي كلها، دي أدلة يراها كل الناس منضبطة، إنما الرؤية لا يراها إلا الرائي. واضح الكلام؟ في ناس أصلها ماشية بالرؤى بس، يا سلام لما يشوف رؤية إن الشيخ فلان ده راجل طيب يحضر له، لما ما يشوفش رؤية للشيخ علان ما يحضرلوش. ما ينفعش، ما ينفعش. طلب العلم مش مرتبط بالرؤى. طلب العلم تطلبه على الذي يعلم هذا العلم واشتهر بأنه حصله من طرقه الشرعية وشهد له أهل عصره بالعلم، تروح تتعلم منه، مش تستنى رؤية عشان تدلك عليه. لا، الرؤية تفيدك في معرفة الشيخ المربي مش الشيخ المعلم. المربي حاجة تانية، واضح؟ لكن المعلم دي شغلانة تانية، تعلم لطلب العلم. واضح الكلام؟ قول وهو أي الصيام، وقول والصوم عطف عليه، وقول مصدران يعني الصيام والصوم، مصدران لفعل وحل وصام، أي لصام، يقال صام يصوم صوما وصياما. قوله لغة الإمساك، أي ولو عن نحو الكلام. ومنه قول تعالى حكاية عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. ومنه أيضا قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجم. خيل، هو بقى 29 ولا 39؟ طيب مغشوش ده يعني. هو دخل على مذهب الشافعية يعني والمالكية والحنابلة من حوالي 10 دقائق كمان، دخل وقت العشاء. لينا نصوم بس، لينا نفطر يعني، قصدي نأذن، لكن هيجوا الجماعة الأحناف يتخانقوا معانا، لأن عند الأحناف دخول وقت العشاء بغياب الشفق الأبيض، والشافعية والملكية والحنابلة بغياب الشفق الأحمر، والفرق بينهم حوالي تلت ساعة، فإحنا يدخل وقت العشاء قبل الأحناف بتلت ساعة، والنتيجة مضبوطة على رأي الأحناف احتياطا، من باب الاحتياط مراعاة للخلاف، لأن القاعدة الخروج من الخلاف مستحب. واضح؟ بيقول هنا: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة، يعني خيل صيام عن الكر والفر، وخيل غير صائمة يعني بتكر وتفر، يعني خيل صيام أي ممسكة عن الكر والفر، وخيل غير صائمة يعني تكر وتفر، تحت العجاج يعني الغبار، وأخرى تعلك اللجمة، وعندنا كمان جوه متلجمة وجاهزة تخرج كمان، يعني عندنا جيش قوي، جزء منه بيكر ويفر، وجزء منه مستعد، وجزء منه لسه ورا. فهمت ازاي؟ يعني هو بيتكلم على، بيوصف الجيش بتاعه. فقول صيام اي ممسكه عن الكر والفر، وقول غير صائمه اي غير ممسكه عن الكر والفر، بل تكر وتفر تحت العجاج اي الغبار الذي ينعقد فوق المقاتلتين من اثار الحرب. وقوله واخرى تعلك اللجم اي مهيئه للقتال عليها عند الاحتياج اليها. قول وشرعا إمساك إلى آخره. جمع المصنف في هذا التعريف الأركان والشروط، والأولى عدم التعرض للشروط تفصيلا، لأن المقصود بالتعريف بيان الحقيقة، وحقيقته الإمساك عن المفطر بنية. نعم، قد يشيرون بالشروط إجمالا كما في قول الشيخ الخطيب: وشرعا إمساك عن المفطر على وجه مخصوص مع النية. وقول عن مفطر أي عن جنس المفطر، كوصول العين جوفه. العين يعني الشيء اللي ليها جرم، يعني العين يعني الشيء اللي ليه جرم، جرم يعني ليه جسم عشان يخرج الهواء والرائحة، يعني الروائح ما تفطرش. أجمع علماء العصر على أن التدخين يفطر. يجي لك واحد من اليومين دول يقول لك لا التدخين ما يفطرش، يخرج عن الإجماع، مش كده برضه؟
مع ان التدخين رائحة هواء، ما ممكن يقيسها كده. فالعقل معاه، لكن اللي منعنا ناخد بيه مخالفته لاجماع العلماء. العلماء اجمعوا على ان التدخين يفطر، ولا واحد شاذ من العلماء. فتيجي انت وانت مش من العلماء وتطلع لي شغلانه توافق حكم العقل ثم بعد ذلك تخالف الاجماع، لا ناخذ بقوله. شفت ازاي بقى مهم الاجماع؟ ازاي مهم الاجماع؟ كوصول العين جوفه والجماع. العين اي عين يعني، يعني حتى لو بلع زلطه، هي الزلطه دي اكل وشرب؟ مش اكل وشرب، لكن لو مسك حته زلطه صغيره كده وبلعها زي البرشامه افطر. عشان كده قال لك العين، ما قالش المطعوم ولا المشروب، اي عين، فيدخل فيها الدواء ويدخل فيها اي شيء، واخد بالك؟ ولو بلع فتله. كوصول العين جوفه والجماع، كوصول العين جوفه والجماع كذلك يفطر. ومعنى الامساك عنه تركه والكف عنه، وقول بنية مخصوصة أي كأن ينوي الصوم عن رمضان أو عن الكفارة أو عن النذر. دي كلها أمثلة للصيام الواجب. الصيام الواجب اللي هو رمضان والكفارة والنذر، دي صيام واجب. وقول جميع نهار أي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يصح صوم الليل ولا صوم بعض النهار دون بعض، حتى إذا نوى في غير الفرض قبل الزوال، حتى إذا نوى في غير الفرض قبل الزوال إن عطفت نيته على ما مضى من النهار. واضح؟ وقوله قابل للصوم، أيوه. ما احنا قايلين هنا الجوف، وصول العين الجوف. حاضر، وصول العين الجوف. هل بقى الدم ده جوف؟ الدم ده جوف؟ العضلات دي جوف؟ ما انا بقول لك العضلات دي جوف. طب يبقى العبره انها تدخل لجوف. فطالما الوريد والشريان اللي بيجري فيه الدم ده ليس بجوف، يبقى اي وصول اي شيء ليه لا ينقض الصوم. هذا مذهبي ومذهب الشافعيه ايضا، ومذهبي كطبيب مسلم. حتى لو خد جلوكوز، حتى لو خد غذاء في الوريد لا يفطر، لأنه ليس هذا هو المحل المعتاد لوصول الغذاء. واضح؟ سهلة؟ وحكاية تقسمها دي أدوية مغذية ولا مش مغذية، دي فيتامين ولا مش فيتامين، دي وريد ولا عضل ولا تحت الجلد، كل ده كلام فارغ. كل ده كلام فارغ، ليس عند من قاله ليس عنده أصل شرعي يستدل به، ولكن هو قياس عقلي فقط. واضح؟ يبقى اي دواء، لكن اللبوس يدخل جوف، اللبوس الشرج ده بيدخل لجوف يبقى يفطر، مش كده برضو؟ يبقى اي حاجه تدخل الجوف تفطر. طيب الاذن جوف، لان انبوبه توصل للجوف، يبقى لو حطيت نقط في الاذن تفطر لانها جوف. العين جوف مش جوف؟ حط ايدك كده تدخل جوه، تدخلش جوه، مش كده برضه؟ يبقى اطرف العين ليست بجوف، لا تفطر، لان العين ليست جوف. سهله؟ ما يجراش حاجه، لان هي دخلت حلقك ورا خالص، ورا محل البلع، في البلعوم الانفي. والبلعوم الانفي اصلا انت المخاط بتاع الانف بيعدي جوه وانت صائم ولا تفطر، مش كده برضه؟ فهي مشيت في محل، مش محل ايه انك تستطيع انك تتفه سهلا، لانها دخل الى غير جوف. زي واحد في بعض الادويه تاخدها في الوريد تحس طعم توم في بقك، زي الانترافال، في دواء اسمه انترافال بيبنجوا العيانين دي، يديله في الوريد مع انه داخل في الوريد يحس طعم زي توم كده في بقه، وبعدين يروح نايم مع انه ما حطيتلوش حاجه في بقه. دي ما ينقضش ايه الصوم الدواء ده، لكن اللي ينقض الصوم انه نام، انه تخدر، مش الدواء نفسه، لا. يعني لو خد جرعه ما نيمتوش صومه صحيح، لكن لو خد جرعه نيمته انتقض صومه لنومه اغماء تخديرا لفقد العقل. واضح؟ ايوه.
ايوه مش جوف الانف، دي جوف الانف مش جوف اهو، حط ايدك طول النهار قاعده الناس تنكش في الجوف ده، يبقى جوف ولا مش جوف؟ ولا انت دقيت عملت خرم؟ ما عملتش خرم، لكن اللي داخل بالابره ده داخل مش من جوف، مش كده برضو؟ الاذن والانف دي جوف، انما العين مش جوف، العين هي مش جوف، لكن هي شو ده جوف، هنا تدخل جوف، يبقى اي خرم اسمه جوف. وعشان كده بيقول هنا ايه، كوصول العين جوفه، يبقى لازم حاجه متعينه يعني يدخل الروائح، لان الرائحه ليست عين. والجماع، ومعنى الامساك عنه ترك والكف عنه، وقول بنيه مخصوصه اي كان ينوي الصوم عن رمضان او عن الكفاره او عن النذر، وقوله جميع نهار اي من طلوع الفجر الى غروب الشمس، فلا يصح صوم الليل ولا صوم بعض النهار دون بعض، حتى اذا نوى في غير الفرض قبل الزوال انعطفت نيته على ما مضى من النهار. وقوله قابل للصوم صفة النهار، وخرج به يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة ويوم الشك بلا سبب يخرج كمان، لأن لا يجوز عند الشافعية صيام يوم الشك. كويس؟ صيام يوم الشك عند الشافعية اللي هو 30 شعبان، ده لا يجوز صومه عند الشافعية بلا سبب، لكن إن وافق عادة للصوم فله أن يصوم. وافق يوم اثنين وهو بيصوم اثنين وخميس يصوم لكونه اثنين، او وافق مثلا نذر كأن نذر ان يصوم هذا اليوم اخر يوم في شعبان فطلع يوم شك يصومه لانه نذره، او كان قضاء كان عليه يوم من نهار رمضان من رمضان السنة اللي فاتت ولقى شعبان يبقى 30 يوم فينوي اليوم ده فرض عن ما فاته من رمضان الماضي، يبقى ده بسبب، انما يصوموا كده بلا سبب ده واضح، ده يوم الشك. وقولي من مسلم الى اخره متعلق بامساك، وهو بيان للشروط المعتبره في الصائم لصحه الصوم، وهي الاسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس. وقد تقدم شرط رابع متعلق بالفرض وهو قبول الوقت للصوم، فشروط الصحه اربعه، واما الاركان فثلاثه. خد بالك دي شروط صحة مش شروط وجوب، لأن لو قلنا شروط الوجوب بقى لازم تحط كمان الخلو من إيه، من المرض، لأن المريض لو صام صح صومه ولا يجب عليه له أن يفطر، لكن لو صام وتحامل صح صومه، فيبقى العافية أو الصحة شرط وجوب وليست شرط صحة، فاهم؟ وكذلك البلوغ شرط وجوب وليس شرط صحة، فلو صام الصبي صح صومه ولا يجب، يبقى في شروط صحة وشروط وجوب لازم تميز بين، واضح؟ لو واحد مسافر لا يجب عليه الصوم، سفر ايه غير طاعة غير معصية، يعني سفر غير معصية يعني غير عاص بالسفر له ان يفطر، فان صام صح صومه، يبقى الاقامة شرط وجوب، واخد بالك ازاي؟ وشرط وليست شرط صحة، لأنه لو صام وهو مسافر صح صومه، واضح؟ فهمت الفرق بقى؟ مناقشات دي كلها مناقشات تعلمك بس ايه الفقه، يعني تبقى فاهم ان الشروط انواع، شروط صحة وشروط وجوب. واما الاركان فثلاثة، وهو الامساك والنية والصائم وشرائط وجوب الصيام الى اخره. الأركان يعني التي لا يتم الصيام إلا بها مجتمعة، إن يبقى في نية وإنه يمسك وإن يبقى في بني آدم مكلف، دي أركان لا يتم الصيام إلا ولا يتصور إلا بالثلاثة دول، إن في إنسان مكلف وإنه نوى وأمسك، دي أركان. وشرائط وجوب الصيام إلى آخره. سكت المصنف عن شروط الصحة وقد علمتها، وبعض هذه الشروط مشترك بين الصحة والوجوب، وبعضها مختص بالوجوب، فالإسلام والعقل شرطان للصحة كما هو شرطان للوجوب، لكن المراد بالإسلام الذي هو شرط الوجوب، الذي هو شرط للصحة مش شرط الوجوب، خد بالك إن الإسلام والعقل دول شرطان للصحة وليس للوجوب،
لأن الإسلام اللي هو شرط للصحة، الإسلام بالفعل في الحال بدليل أنه لا يصح من المرتد، والمراد بالإسلام الذي هو شرط للوجوب الإسلام ولو فيما مضى. يعني الإسلام ليه وجهين، شرط صحة في المسلم لازم يبقى مسلم، وشرط وجوب كذلك في المسلم، وشرط وجوب دون شرط صحة في المرتد. يعني يجب عليه الصوم اللي هو يسموه كافر غير أصلي، يبقى المرتد اللي كان مسلم فارتد. يجب عليه الصيام ولا يصح منه إلا إذا دخل في الإسلام، بحيث أنه إذا عاد للإسلام وجب عليه القضاء بخلاف الكافر الأصلي لا يجب عليه القضاء. شفت الفرق بينهما؟ فهمت؟ يعني واحد ارتد فما صامش نص رمضان، كان مرتد في الفترة دي، واجب عليه أن يصوم لأنه ده مش مسلم مش كافر أصلي، واجب عليه وجوب أداء أنه يصوم ولا يصح منه إلا إذا عاد للإسلام. فإن عاد للإسلام وجب عليه قضاء الأيام السابقة، واضح؟ بعد انتهاء رمضان. إنما الكافر الأصلي دخل في الإسلام بعد منتصف رمضان، يصوم في الحال ولا يجب عليه أداء الماضي، واضح؟ فهمت الفرق؟ بدليل أنه يجب على المرتد، يعني يجب شرط وجوب يعني على المرتد، فالاشتراك في الإسلام إنما هو بحسب الظاهر ولا اشتراك في الحقيقة، والبلوغ شرط للوجوب وليس شرطا للصحة، بدليل أنه يصح من غير البالغ إن كان مميزا، واضح؟ يعني يصح الصيام من الصبي الصغير غير البالغ لكن لا يجب عليه. يبقى البلوغ شرط إيه؟ شرط صحة وليس شرط وجوب، قصدي شرط وجوب وليس شرط صحة، ده البلوغ شرط وجوب وليس شرط صحة لأنه يصح من غير البالغ. الكلام ده قلناه بقى هنقوله في الحج برضه، وقلناه قبل كده في الصلاة للي فاكر يعني. ويؤمر به يعني بالصوم لسبع إن أطاقه، يعني تؤمر أولادك بالصلاة لسبع وكذلك بالصوم لسبع، ويضرب عليه لعشر قياسا على الصلاة كما في الصلاة، وكذلك القدرة على الصوم شرط للوجوب وليست شرطا للصحة، لأنه لو تكلف المريض يعني وصام مع المشقة صح صومه ولا يجب عليه لأنه مريض، واضح؟ سهل الحكاية. قوله ثلاثة أشياء أي على النسخة التي سقط منها القدرة على الصوم، وهي التي شرح عليها الشيخ الخطيب، وزاد الرابع من عنده مع أنه في بعض نسخ المصنف كما نبه عليه الشارع بقوله وفي بعض النسخ أربعة أشياء اللي هي إيه؟ القدرة على الصوم يعني. قول الإسلام أي ولو فيما مضى كما علمت، فيجب على المرتد وجوب مطالبة به بأن يقال له أسلم وصم، فلا يصح منه حال الردة فيقضيه بعد العودة إلى الإسلام، بخلاف الكافر الأصلي فلا يجب عليه وجوب مطالبة، وإن وجب عليه وجوب عقاب كغيره من الواجبات في الآخرة، واضح الكلام؟ والبلوغ فلا يجب على الصبي، ثم إن كان مميزا صح منه وإلا فلا، فلا يجب على الصبي الصيام، لا يجب على الصبي. يبقى البلوغ شرط وجوب وليس شرط صحة، ثم إن كان مميزا صح منه ولا يجب عليه، وإن لم يكن مميز فلا يصح منه. وإيه حد التمييز؟ انه يعرف ما يضر وما ينفعه، يعرف ايده اليمين من الشمال، يعرف فين باباه فين مامته ساكن فين، حافظ رقم المحمول رقم البيت بتاعه وعنوانه، واد كده حلو مميز عارف. فهمت؟ مين اخواتك يا ولد؟ يقول لك اسماء اخواتي. باباك بيشتغل ايه؟ عارف. يبقى ده مميز بقى. ساكن فين في المؤقت كده خلاص يبقى مميز، لكن لو ساكن في العتبه يبقى مش مميز. يا رب. والعقل اي التمييز، او تقول له مثلا حط ايدك في النار يا ولد، يقول لك لا تحرقني، يبقى ده مميز، عارف اللي يضر من اللي ينفع. فهم؟ يبقى المميز اللي يعرف ما يضر وما ينفع. والعقل اي التمييز، ولو عبر به لكان اولى،
لو عبر عن العقل لكان أولى، لأن العقل هنا شرط صحة، فلا يصح من المغمى عليه، ولا يصح من إيه؟ من السكران. والعقل أي التمييز، ولو عبر به اللي هو التمييز لكان أولى، لأن العقل هي تضييق، التمييز أوسع. فالمراد به ذلك ليخرج به المجنون والمغمى عليه والسكران، فلا يجب عليهم الأداء مطلقا سواء تعدوا أو لا. تعدوا يعني إيه؟ يعني خد حاجة جننته، تعدى أو سكر متعمد السكر، ده اسمه متعدي. فلا يجب عليهم الأداء مطلقا سواء تعدوا أو لا، يعني سكر لوحده كده. في ناس بيبقى سكران لوحدهم، في بعض أمراض زي أمراض الكبد يحصل خلل كده في الكيماويات اللي داخل الدم، تزيد نسبة الأمونيا، يبقى ماشي بيتطوح وسكران، هو ما شربش خمور. اللي هي مرحلة ما قبل الايه، ما قبل الغيبوبة، قد يقعد فيها شهرين ثلاثة المرحلة دي، وبعدين كده يدخل في غيبوبة او يتعالج. يبقى متصور ان يكون هناك سكران بغير تعد، واخد بالك، لمرض، او انه قالوا له اشرب المية دي وهو ما يعرفش انها خمرة وضحكوا عليه وشربها وهو عطشان فسكرة، يبقى ده غير متعدي، فهمت؟ او ظن انها ماء فشربها طلعت خمر فسكر، يبقى ده مش متعدي. يبقى في صور كتيرة للسكران غير المتعدي، والمتعدي اللي هو عارف انها خمر وبيسكر بارادته. واما وجوب القضاء ففيه تفصيل، فالمجنون ان تعدى بجنانه يعني خد دواء جننه يبقى وجب عليه القضاء. طب اتجنن 3 4 ايام في رمضان وبعدين عقل بعد كده، نقول له ليس عليك القضاء لانه مش مكلف، ما كانش مكلف اصلا بخلاف النائم، فهمت؟ يعني المجنون اللي عقل معلوش إعادة الصلوات فترة جنان، ولا إعادة صيام الليان فترة جنان، لأنه ما كانش مكلف أصلا في الفترة دي، واضح؟ كذلك المغمى عليه، واحد دخل في غيبوبة قعد أسبوع في غيبوبة في العناية المركزة مش دريان بالدنيا، كويس؟ وكان الأسبوع ده هو الأسبوع الأول من رمضان، وبعدين فاق الحمد لله وراح أوضته وخف وبقى كويس، لا يجب عليه قضاء هذا الأسبوع بعد رمضان، واضح؟ لأنه ما كانش مكلف، ولا يجب عليه قضاء الصلوات اللي في الأسبوع ده كمان لأنه ما كانش مكلف، واضح؟ بخلاف النائم، النائم اللي يفوته صلاة أما يستيقظ يصليها، لأن النائم إذا نبه ينتبه، والمغمى عليه إذا نبه لا ينتبه، واضح؟ وكذلك المجنون إذا نبه لا ينتبه، يبقى في فرق بين ده وده. فالمجنون إن تعدى وجب عليه القضاء وإلا فلا، زي العيال اللي بتتعدى وتاخد أدوية إدمان وتخليه يغيب كده عن الوعي كده فترة، إذا متعدي ده يبقى وجب عليه القضاء، فهمت؟ لأنه تعدى. وكذا السكران على المعتمد، وقيل يجب القضاء عليه مطلقا السكران بالذات تغليظا سواء كان متعدي او غير تعدي، قيل ده رأي ايه بس مش ايه، مش ليس عليه الفتوى، الفتوى على السكران المتعدي بس، يعني اكرهوه، مسك المسدس قال له هتوخك لو ما شربتش الخمرة دي، فشرب الخمر مكره فصار سكران غير متعدي، لا يجب عليه القضاء، واضح؟ لانه كان مكره. وإن لم يتعد بخلاف الصلاة فيفصل فيها بين المتعدي وغيره، وإنما وجب الصوم على النائم لكونه أهلا للعبادة في ذاته، فإنه أقرب للتنبيه من غيره لأنه يتنبه بمجرد الإيقاظ، ومتى جن الصائم ولو لحظة من النهار بطل صومه، يعني زي إسماعيل ياسين كده عنده شعرة ساعة تروح وساعة تيجي، عارفها الأغنية دي؟ فجاء في اثناء النهار اتجنن كده ساعه وبعدين ايه راحت الشعره دي فانتبه بطل صوم، بطل صوم، كويس؟ وطالما انتبه جزء من النهار وجب عليه القضاء،
لكن لو اتجنن طول النهار ورجع بعد المغرب لا يجب عليه قضاء اليوم، لأن جنانه استغرق النهار كله. واضح؟ وإذا أغمي عليه أو سكر فلا يضر إلا إذا استغرق جميع النهار، فإن أفاق ولو لحظة من النهار صح صومه. يبقى واحد أغمى عليه لحظة ورجع غير اتجنن. وإذا أغمي عليه أو سكر فلا يضر إلا إذا استغرق جميع النهار، فإن أفاق ولو لحظة من النهار صح صومه ولا يضر النوم ولو استغرق جميع النهار. يعني يجي يصوم ينام الفجر يقول لهم ما تقومونيش إلا لما أغربي جدا. يقول لك طب وهيصلي إزاي؟ خلاص ما هو رفع القلم عن النائم حتى يصلي. أما يقوم هيجيب الظهر والعصر والمغرب بس بعد ما ياكل. تصور فقهي يعني، يعني الفقيه بيتصور واحد بهذه الصوره مش كده برضو؟ بيتصور نعمل فيه ايه ده؟ اقتله يعني ولا اعمل فيه ايه؟ مش عاجبك انت، طب انت حر. ولو استغرق جميع النهار حيث نوى قبل النوم، طالما نوى قبل النوم الصيام فنام من الفجر صحي على المغرب صح صوم. ليس من شروط صحه الصوم اداء الصلاه في وقتها. سهل. يعني لو صلى صلاة قضاء ولو متعدي صح صومه وأثم لإيه؟ لضياع الصلاة. خد بالك الحاجات دي مهمة من حيث الفقه مش من حيث العمل، من حيث الفقه بس عشان تعرف الحكم الفقهي. مش تعمل كده لا، عشان لما تجيلك قضايا مثل هذه القضايا امتى تقول له عيد الصيام او ما تعيدش الصيام، صيامك صح لا اثم عليك ولا وجب عليك إعادة الصلاة دون الصيام أو الصيام دون الصلاة، مسائل. فهو بيعلمك إزاي تحل المشاكل دي. قول والقدرة، لأن مش تقرأ المشاكل دي تعملها زي الطبيب يقعد يقرأ الأمراض يقوم يمرض بيها. لا، ده بيقرأ الأمراض عشان يعالجها مش عشان هو يمرض بيها. يبقى الفقيه لما بيقرأ المسائل دي يقرأها علشان يعالجها مش عشان يعملها. واضح؟ والا بقى لما تقرا كتاب الميكروبات لازم ايه تتجرع كل ميكروب علشان تذوق حلاوه المرض. وده ما حدش قال بيه عاقل، ما فيش عاقل قال كده. قول والقدره على الصوم اي اطاقته حسا وشرعا بلا مشقه، فلا يجب على من لا يطيقه حسا او شرعا. فمن لا يطيقه حسا المريض ونحوه، ومن لا يطيقه شرعا الحائض والنفساء. يبقى القدرة على الصوم الحائض والنفساء يسموه مانع، مانع عن صحة الصوم وليس مانع عن فرضية الصوم لأن عليها الإعادة مش كده؟ لكن مانع عن الصحة وليس مانع عن الفرضية الحيض والنفاس. واضح؟ قول وهذا هو الساقط على نسخة الثلاثة، فهو ثابت على نسخة الأربعة ساقط على نسخة الثلاثة والتي شرح عليها الخطيب الشيخ الخطيب كما مر. فلا يجب الصوم إلى آخر تفريع على مفاهيم الشروط إجمالا وقد علمته تفصيلا، وقوله على الضد ذلك هكذا في النسخ التي كانت بأيدينا وفيها تسمح، والمعنى على المتصف بأضداد ذلك وهي التي كتب عليها المحشي، فلعله مصرح به في بعض النسخ مصرح به في بعض النسخ. واسم الإشارة راجع للمذكور من الشروط الأربعة. ونقف على قوله وفرائض الصوم أربعة أشياء يوم السبت القادم إن شاء الله. احنا ان شاء الله دروس الفقه وكذلك صحيح البخاري في النهار مستمرة حتى يوم السبت بعد القادم، وبعد كده هناخد اجازة طول شهر شعبان وشهر رمضان والسبت الاول من شوال، ونلتقي 11 السبت 11 اكتوبر في الدروس من الصبح وبالليل، بس هتبقى 11 اكتوبر هيبقى توقيت شتوي، هيبقى الدرس بعد العشاء مش بعد المغرب. سهلة الحكاية دي؟ إن شاء الله. لكن الدروس التانية اللي هي بتاعت بعد الفجر ودروس التراويح اللي هو بهجة النفوس مستمر بين الترويحات في رمضان إن شاء الله وأثناء الاعتكاف. وكل عام وأنتم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.